منذ سبتمبر من العام 2014 تحولت البلد إلى معتقل كبير في ظل حكم سلطة الميليشيا. فبالإضافة إلى ظروف الحرب التي قطعت البلد إلى أجزاء منفصلة عن بعضها وقيدت تحركات المواطنين بين المدن والمحافظات وبين اليمن والعالم أيضاً، فإن الميليشيا كانت قد جعلت من المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها هدفاً لممارساتها الوحشية التي تأتي الاعتقالات التعسفية على رأسها. غيبت سجون الميليشيا ما يناهز 10,000 معتقل منذ سيطرتها على السلطة في البلد. مضى على بعضهم في تلك المعتقلات أكثر من عامين، كثير منهم لا يعرف لهم مكان حتى اللحظة، ويعيشون ظروفا صعبة تحت التعذيب الجسدي والنفسي. تقرير حديث أصدره التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان كشف عما يقارب 5,000 اعتقال تعسفي وأكثر من 100 حالة إخفاء قسري. ارتكبت ميليشيا الحوثي والمخلوع معظم تلك الانتهاكات، وتركت القليل منها لتتوزعه السلطات الأمنية التابعة للحكومة الشرعية وتنظيم القاعدة، ومجهولون تكاثروا في ظل حالة الفراغ الأمني الذي تعيشه البلد منذ أكثر من عامين. التقرير رصد أيضاً أكثر من 800 حالة تعذيب تعرض لها المعتقلون خلال عامين، وكالعادة لا أحد ينافس ميليشيا الحوثي والمخلوع في هذه الجرائم. وكان من نتائج هذا التعذيب قرابة 116 حالة وفاة وقتل لمختطفين ومعتقلين، بينها 107 حالات داخل سجون تتبع سلطة الميليشيا، فيما كان 44 معتقلاً يلقون حتفهم تصفية بالرصاص داخل المعتقل، وقتل 14 معتقلاً آخر نتيجة استخدامهم دروعاً بشرية من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع في عدة محافظات يمنية أبرزها محافظة ذمار. وعلى الرغم من تقلص جغرافيا سلطة الميليشيا واقترابها من حالة الانهيار، إلا أن نهمها للاعتقالات والتعذيب لم يتوقف لحظة واحدة، ولا تزال السجون القانونية وغير القانونية تمتلئ باليمنيين من جميع الفئات.